السلام عليكم ورحمة الله. إذا بعد قليل سوف تنطلق المباراة المغرب، الفريق الوطني المغربي، وكذلك باقي المباريات بشكل النظام السويسري هنا مباشرة من ملاعب أو ملعب القاعة المغطاة المحميد بمدينة مراكش. بعد قليل سوف تنطلق المباريات بالنظام السويسري. هذه فقط استعدادات الفرق المشاركة من أجل التباري في النسخة التاسعة للبطولة الإفريقية للكرة الحديدية. إذن هذه الأجواء هنا بملاعب أو بالقاعة المغطاة بمدينة مراكش. إذن المنتخب المغربي سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية. أرحب بكل عشاق ومحبي الكرة الحديدية مباشرة في هذا النقل المباشر من مدينة مراكش. بالمناسبة النسخة التاسعة للبطولة الإفريقية التي تنظمها بلادنا هذه السنة، النسخة التاسعة للبطولة الإفريقية للكرة الحديدية. نتمنى كل التوفيق للعناصر الوطنية المشاركة، المنتخب ألف ومنتخب باء. بالنسبة لمنتخب ألف غادي يلعب في الكولوار رقم 9. ناخذ الاخبار الصحيحه، نشوفوا مع علي الخزيري. علال 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 شكون يلعبوا فيه؟ سول 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 إذن مرحبا بكل عشاق ومحبي الكرة الحديدية. إذن الفريق الوطني المغربي سيواجه دولة الكونغو برازافيل في المباراة الأولى.
إذن المنتخب الوطني المغربي سيواجه دولة الكونغو برازافيل في المباراة الأولى بشكل النظام السويسري. إذن محمد أجواد، أنس عالعور والحسين أقبس يواجهون منتخب كونغو برازافيل. هذه المباراة سوف ننقلها لكم مباشرة من القاعة المغطاة المحاميد بمدينة مراكش في إطار تنظيم المملكة المغربية للنسخة 9 للبطولة الإفريقية للكرة الحديدية. إذن بعد قليل سوف تعطى الانطلاقة الرسمية للمباريات وتلعب على شكل النظام السويسري. مجددا ترحاب بكل عشاق ومحبي الكرة الحديدية في هذا النقل المباشر للكرة الحديدية. إذن الكوتش مهدي السباعي يعطي بعض التعليمات للاعبي الفريق الوطني المغربي. إذن تشكيلة المنتخب المغربي كتكون كل من عبد الصمد المنقري، محمد أجواد، حسين أقباس وأنس عرعور، والمرافق ديال هذا المنتخب ألف هو المهدي السباعي كما لاحظتم على الصورة. إذن المنتخب المغربي سيواجه منتخب كونغو برازافيل. هذه المباراة ننقلها لكم مباشرة من القاعة المغطاة بمدينة مراكش. لا زلنا ننتظر قرارات الحكام أو اللجنة التنظيمية لهذه الدورة لهذه النسخة التي تتقام هنا بمدينة مراكش. هذه المباراة فهي منقولة على شاشة التلفاز لتجمع المنتخب التونسي ضد موريتانيا. المنتخب حرف باء يواجه كذلك منتخب مالي على ما أظن، منتخب مالي في الكولوار رقم 9. زين في انتظار إعطاء انطلاقة من طرف اللجنة التنظيمية لهذه البطولة. الحكام الدوليون الذين يشرفون على تسيير هذه البطولة النسخة 9 التي تقام ببلادنا بمدينة مراكش. الحكم المغربي الدولي السيد حسن مجاهد كذلك هو حاضر في هذه النسخة، رفقة السيد حسين بحار وعلي السيلي وعدد من الحكام المغاربة حاضرون اليوم في هذا اليوم الافتتاحي للبطولة الإفريقية للكرة الحديدية. كل الدعم والمساندة للعناصر الوطنية، نتمنى لها الحظ السعيد والأوفر
للفوز بهذه المباراة. هذه المباراة افتتاحية للبطولة الإفريقية للكرة الحريرية. إذن هذه أجواء هنا في القاعة المغطاة، القاعة مغطاة بمحمد بمدينة مراكش. إذن صفارة البداية أعطيت من طرف الحكام. إذن على بركة الله تنطلق المباريات، وهذه مباراة المباراة الأولى اللي كتجمع المنتخب المغربي ضد المنتخب كونغو برازافيل، والنتيجة سلبية 0-0 ما بين الفريقين. إذن والبداية من طرف المنتخب المغربي ومحمد أجواد في التأشير. إذن هذا محمد أجواد اللاعب الدولي محمد أجواد، نتمنى له التوفيق والسداد في هذه المباراة، والحظ السعيد لكل العناصر الوطنية المغربية المشاركة في هذه البطولة الإفريقية. إذن التأشيرة الأولى لمحمد أجود. إخوان شو واحد يعطينا واش الصوت واضح الصورة ما كاينش مشكل، قولوا لنا الله يرضي عليكم، ساعدوا معنا، تحياتي لكم. بالنسبة للصوت بالنسبة للصورة واش كاين شي مشكل ولا ما كاينش؟ راحوا برحمان تبارك الله عليك، مرحبا بك، شكرا الاخوان. اصبروا معنا لان الكونيكسيون جات في القاعه، فهي الكونيكسيون ثقيله شي شويه، ولكن مع ذلك غنحاول نقول لكم المباراه. شكرا عادل طالوح، مرحبا بك، شكرا، تحياتي لك، شكرا لك اخ عادل. الحسن دغمي مرحبا بك، شكرا تبارك الله عليك، شكرا شكرا تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. اذا نرجعوا لهاد المباراه ونحاولوا نركزوا معها ان شاء الله، وتحياتي لكم، ونتمنى التوفيق والسداد للفريق الوطني المغربي للكره الحديديه، التوفيق والسداد في هذه المباراه. برافو، هذه تحيه سلام من الحسين اقباس الى محبي وعشاق الكره الحديديه، ضربه ثابته من الحسين اقباس، والبدايه موفقه، نتمناه يمشي هكا الى نهايه البطوله. إذن الفريق الوطني المغربي حرف ألف يواجه منتخب الكونغو برازافيل، والنتيجة لا زالت على البياض، كنلعبوا الجولة الأولى. إذن كرة مازال ما خرجتش، مرة أخرى الحسين أقباس. ما عليش، خيرها في غيرها إن شاء الله، ما عليش يا حسين أقباس، ما عليش.
مباراة ما بين الفريق الوطني المغربي والمنتخب كونغو برازافيل. مرة أخرى أنس عرعور. مرة أخرى أنس عرعور يضرب على جوج. أناس كورتو بقات قصيرة ما وصلاتش وتات صوتي. ما عليكش أناس ما عليكش، حاول المرة الثانية. برافو أناس، خرجت كرة. إذن جوج كرات في الأرض لصالح فريق وطني المغربي. جوج كرات على البساط لصالح فريق الوطني المغربي. مازال النقط عند الفريق الوطني المغربي، مازال عنده دو بوان في الارض. بقى كره واحده عند اجود، باقيين ثلاثه كرات عند منتخب الكونغو برازافيل. يلا أجود، أجود لاعب فريق الوطني المغربي صاحب الخبرة، صاحب الخبرة الدولية في المشاركات العالمية. برافو برافو أجود، هكا بغيناكم يا وليدات، هكا بغيناكم، هكا برافو برافو أجود، برافو. ثلاثة نقاط في الأرض لصالح الفريق الوطني المغربي. برافو أجود. تشجيعات مستمرة من طرف الجمهور الحاضر للعناصر الوطنية. جاءوا من مختلف العصب، جميع العصب فهي حاضرة اليوم لمساندة الفريق الوطني المغربي للكرة الحديدية. وهذه جوج النقاط نفتتح بها أول جولة، إذن جوج نقاط لصالح الفريق الوطني المغربي للكرة الحديدية. بداية ناجحة تبارك الله عليكم. إذن 2-0 لصالح الفريق الوطني المغربي. ثلاثية محمد أجود، أنس عرعور والحسين أقباس. إذن 2-0 لصالح الفريق الوطني المغربي. برافو أجود، كما قلت إن أنت صاحب التجربة الدولية، فأنت اللي خصك تشجع الوليدات أنس عرعور والحسين أقباس أكثر. والاحتياط كاين عبد الصمد المنقري، في الاحتياط كاين عبد الصمد المنقري لأنه يلعب اليوم مباراة التسديد بالدقة. عبد الصمد المنقري فهو جالس في كرسي الاحتياط إلى جانب المدرب السيد المهدي السبعي. إذن 2-0 في هذه المباراة. ورحب مرة أخرى بكل عشاق ومحبي الكرة الحديدية بعد النقل المباشر للمباراة الأولى لتجمع الفريق الوطني المغربي لحرف ألف والمنتخب كونغو
برازيل في إطار البطولة الإفريقية للكرة الحديدية. تحياتي لكم جميعا، هذا محمد خلوقي يحييكم ويحيي كل عشاق الكرة الحديدية داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، فضل النقل المباشر. وهذه محاولة المايسترو أجود الكرة الأولى، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. سير على الدرب، سير على هذه الخطة يا محمد أجود. ما عليكش، كرة زوينة، ما عليك، جات في الطريق مزيانة، ما عليكش أجود. نشوفوا مع اللاعب ديال الكونغو برازافيل، البوانتور ديال الكونغو برازافيل امامكم، تيربح النقط. يلا حسين، غير هادي اخي حسين، بارك الله، غير هادي. برافو، ما عليكش، خرج شي كرة على النقط، ما عليكش، ماشي مشكل، مرة ثانية بدل الكرة، ما عليكش. تذكير مرة أخرى بالنتيجة للمباراة، فهي 2-0 لصالح الفريق الوطني المغربي، حرف ألف للكرة الحديدية. هذه المباراة ننقلها لكم مباشرة من ملاعب أو من القاعة المغطاة في مدينة مراكش في إطار النسخة التاسعة للبطولة الإفريقية التي تنظمها بلادنا هذه السنة. مرة أخرى البوانتور ديال كونغو برازافيل تيربح النقط، وحسين أقباس، إذا محاولة لحسين أقباس. برافو، أحسنت أقباس، برافو. تذكير مرة أخرى بالنتيجة للمباراة، فهي 2-0 لصالح الفريق الوطني المغربي، ثلاثيات محمد أجود، حسين أقباس، وأنس عرعور، وفي الاحتياط عبد الصمد المنقري. ليلعب لي الصبيحة هذا اليوم تير أو تسديد بالدقة وتأهل إلى مباراة الربع النهائي. إذن مرة أخرى الكونغو برازافيل تيربح النقد. هادو تيظهر لي أنا، هادو غير دي بوانتور، هادو تيظهر لي أنا، هادو غير دي بوانتور. باميلا أجود لامين الثالثة، إلا بوانتا اليوم مزيان تنظن غيديرو لي درو، اكيد غادي يبداو في ليترو اكيد، لان المنتخب المغربي فقط فهو كيدرس الخصم فقط، لان المنتخب المغربي فقط هذا كيدرس المنتخب كونغو برازافيل. تنظن الكونغو برازافيل ما عندوش لي تيرور على ما اظن، لان دومين هادو يعني ما ضربوش كره غير بوانتاو. يلا انس عرعور الان، برافو انس، كون دار لهم شي كارو تما غالبا غتبان الحقيقه ديال الكونغو برازافيل، يعني الا دار لهم شي كونغو غتبان لهم، ولكن باقي البوان دابا عند تريبليت الكونغو برازافيل، الا دارت الكونتر والبوان كيصبح عند منتخب كونغو برازافيل. إذن البوان في الأرض فهو لصالح منتخب كونغو برازافيل، باقي ندوبو عند منتخب مغربي، وحنا عند أجواد، وحنا عند أنس العور، باقي تروا بول عند كونغو برازافيل. برافو أجواد، برافو أجواد،
احنا نشوفوا دابا الكونغو برازافيل شنو غادي يعمل. يلا هذا امتحان للتيرور ديال الكونغو برازافيل، هذا امتحان، اول امتحان للتيرور ديال الكونغو برازافيل. برافو عليه، برافو، كل روح رياضيه، برافو لهذا التيرور ديال الكونغو، يعني خرج كره بوحدها، برافو. كل روح رياضية، برافو تيرو ديال الكونغو برازافيل. آخر كرة عند أنس العور، لاعب فريق الوطني المغربي حرف ألف، نتيجة 2-0، دائما تفوق لصالح فريق الوطني المغربي في هذه المباراة الأولى اللي كتلعب على الشكل النظام السويسري. بالنسبة لعدد الدول المشاركة فهي 17 دولة. بالنسبة للمباريات كيتلعبوا 9 ديال المباريات، يعني المغرب هو الوحيد اللي مشارك بجوج الفرق، يعني جوج المنتخبات حرف ألف وحرف باء، باقي المنتخبات مشاركة بثلاثية واحدة أو رباعية واحدة. آخر كرة عند لاعب كونغو برازافيل، آخر كرة عند لاعب من الكونغو برازافيل، إذن أن بوان. نشوفوا السكور، إذن تعادل 2-2 ما بين الفريق الوطني المغربي والفريق الكونغو برازافيل، إذن تعادل 2-2 ما بين المنتخبين، منتخب المغربي حرف ألف ومنتخب كونغو برازافيل. تذكير مرة أخرى بكل ما التحق بنا في هذا النقل المباشر، فهذه هي المباراة الأولى اليوم الأول من البطولة الإفريقية اللي كتلعب في مدينة مراكش بالقاعة المغطاة المحامد، النسخة 9 للبطولة الإفريقية للكرة الحديدية. إذن الكرة الأولى ديال الكونغو برازافيل، الآن الحسين أقبس، يلا حسين حيد لي غير هذه. برافو حسين، برافو، برافو حسين، الله يعطيك الصحة، برافو. تذكير مرة أخرى النتيجة ديال المباراة فهي 2-2 ما بين تريبليت الفريق الوطني المغربي حرف ألف وتريبليت كونغو برازافيل، إذن 2-2 ما بين المنتخبين، المنتخب المغربي والمنتخب الكونغولي. مرة أخرى تيربح النقد. بالنسبة لواحد الخبر بالنسبة للعشاق والمحبين ديال الكرة الحديدية اللي بغى يتفرج في المباراة الثانية ديال الفريق الوطني المغربي حرف باء، نقلها سيدريس حريبلة على صفحة الجامعة،
الملكية المغربية للكرة الحديدية اللي بغى يتفرج في المباراة ديال حرف المنتخب المغربي حرف الباء يمشي عند يدخل للصفحة ديال الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية. شنو هذا أنس؟ شنو هذا يا أنس؟ بديتو مزيان سيرو مزيان ما طلاشيوش الوقت يمرغو بسرعة. حاولوا تماركوا أكبر عدد من النقاط. برافو برافو دينا في الأول أنس في الأول دينا الكورة. أنا عارف الكونغول برازافيل كلهم دي بوانتور ولكن أنا أكيد غي أجواري له بوانتي اللي مشي كورة أكيد غادي 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 يربحوا النقاط غادي يربحوا شي كروس مارك. يعني لا اجود اللي مشي كره بوشوني اكيد غيطيحوا كواريهم كاملين. نتمنوا ذلك. والو هادو مترينين على البوان هادو مترينين غير على البوان كونغو برازافيل مترينين غير على البوان. يلا اجود مرة اخرى شفت انا اللي هزا اجواد عنده دوبول كونغو برازافيل باقيين عندهم دوبول. نشوفوا اجواد شنو غيدير. تنظن اجواد غيضرب كره برافو برافو اجواد برافو برافو اجواد برافو تبارك الله عليك برافو بسم الله ما شاء الله برافو اجواد. انت يمشي تيقلبوا على اللادوني ما كيمشيش يضربوا كره ولا شي حاجه. ما كان عندهم دوبول كونغو برازافيل عندهم دوبول المنتخب المغربي عنده اون بول. واحد ترو جابوا الله لا من جايه خاص جوادي حتى يمشي كره بوشوني وغادي يتفرجوا. برافو اجواد برافو اقباس برافو انس العور برافو المنقاري برافو ليكوتش كل الدعم والمساندة للعناصر الوطنية في هذا الملتقى القاري. اجواد دخلهم سوق راسهم اجواد داليم كاروس دخلهم سوق راسهم دابا يوليو يقلبوا على البوان. تيرو ديالهم ديالهم ضرب كورة اخر كور عند اجود اجود غيمشي يضرب توا على النقط. انا ما اظن غيمشي غير يضرب على النقط. اجود في استشاره وتنظر مع اللاعبين ما عليكش اجود ما عليكش ما عليكش ما عليكش اجود ما عليكش قصتي كره ولكن ما جابش الله ما عليكش. اذا نقطه اضافيه لصالح المنتخب كونغو برازافيل. اصبح نتيجه المغرب عنده جوج كونغو برازافيل ثلاثه. اذا ثلاثه
ثلاثة عند كونغو برازافيل، جوج عند المنتخب المغربي. هذه المباراة الأولى اللي كتلعب بشكل النظام السويسري. إذن ثلاثة جوج، ثلاثة عند كونغو برازافيل، جوج عند المنتخب المغربي. دائما نتابع وياكم هذه المباراة مباشرة من قاعة المغطاة المحميد بمدينة مراكش قطر، البطولة الإفريقية للكرة الحديدية النسخة التاسعة اللي كتنظمها بلادنا هذه السنة. هلا حسين، شجع لينا شوية. هلا حسين، لا هذه راه جبتها معايا، هذه جبتها معايا، عامل كاع اجي لي ما قلت. بدا لونتيجو من داك الكوتش ديال كونغو برازافيل. حسين عقباس فاش كيبغي يدخل هو كيتحرك، يعني لاحظوا معايا. ها انتم، انا نشد لكم الكوتش ديال كونغو برازافيل. ها انتم شوفوا لونتيجو اللي تيدير. مشى عنده الحكام، عطاه انذار شفوي. حسين عقباس تدخل للصير كيبغي يضرب، وداك الكوتش كيتحرك. إذن ثلاثة جوج، ثلاثة للكونغو برازافيل، جوج للمنتخب المغربي. لاحظوا معايا التحركات ديال الكوتش ديال الكونغو برازافيل. برافو اجوال، الا بغاو غير البوانت حنا نديرو معاهم لي بوان، ماشي مشكل. ضربة موفقة ديال اللاعب كونغو برازافيل. مرة أخرى أجود، برافو أجود للمرة الثانية. مرة ثانية، برافو الكونغوليين. يلا أنس الكويرة ديرهم في التيران، بغيناهم في اللعب. شنو وقع لك انس؟
الكورة ديالنا ما خصهاش داعي أنس. التذكير مرة أخرى بالنتيجة ديال هذه المباراة، فهي 3-2 دائما تفوق لصالح الكونغو برازافيل. الله يبدا أنس مالك، أنس مالك، علاش أنس علاش؟ اخيرا حسين اقباس كيدير الكره في اللعب. باقي ندوبول عند التريبلات الكونغو برازافيل. ها اللي قلنا، ها الميليو ديالهم ضيع كره. مازال ان شاء الله، مازال ان شاء الله المغاربه خصهم يديروا غير شي بوان زوينه ويخرجوهم للضرب وغادي تفرج. ديك الساعه غتكون الفراجه ديال المعقول. تضرب تيغديو تيخلي لهم ثلاثه، إذا 3 بوان. باقي نوتر بول عند اللاعب الكونغولين. أربطها ما وصلتش، ما وصلتش. إذن 3 نقاط إضافية، أصبح نتيجة 6-6 مقابل 2. دائما تفوق لصالح المنتخب كونغو برازافيل. المباراة الأولى من البطولة الإفريقية. إذن 6-2 لصالح الفريق الوطني الكونغولي ضد المنتخب الوطني المغربي. هذه المباراة الأولى. دي بوانتور، دي بوانتور هادو مترينين على البوان. هادو لونترينمون ديالهم او التربوز ديالهم كلو دوزو غير في لي بوان. برافو حسين، برافو حسين. تذكير مرة أخرى بالنتيجة اللي ديال المباراة 6-2. دائما تفوق لصالح الفريق كونغو برازافيل على المنتخب المغربي. هذه المباراة الأولى.
الكرة ديالهم تيربح بها النقد. هذا حسين مرة أخرى. المباراة مازال ملعوبة، 6-2، 6 عند الفريق الكونغولي، 2 عند الفريق الوطني المغربي. هذا المباراة الأولى من البطولة الإفريقية للكرة الحديدية، تقام هنا بملاعب القاعة المغطاة المحاميد بمدينة مراكش. وبرافو، ضربة ثابتة من الحس أو أجود، ضربة ثابتة من أجود. نتيجة دائما 7-2 لصالح الوطني، الفريق الوطني الكونغولي، المنتخب المغربي. محاولة ضائعة من الحسين أقباس. أخرى محاولة ديال أنس على العور اللي غيضرب كرة. ما عليكش، درتي مجهود. إذا النقد دائما عند المنتخب كونغو برازافيل. آخر كرة عند أجود. Thank you.
إذن برافو. إذن برافو أجواد، نقطة إضافية لصالح الفريق الوطني المغربي. مع نتيجة 7-3، مازال اللعب ما انتهاش، باقي المباراة مستمرة، مازال الوقت تلعبوا الدقيقة 51 أو أقل، عفوا أقل، لأن بدينا يعني كاين بعض الدقائق. برافو أجود، برافو. تذكير مرة أخرى بالنتيجة ديال هذه المباراة، فهي 7-3، دائما تفوق لصالح الفريق الوطني الكونغولي. على الورق، على الورق يعني ما كنرشحش أنا المنتخب كونغو برازافيل غير يربح الفريق الوطني المغربي، ولكن على أرض الواقع كنشوفوا شكل يعني نتيجة أخرى. برافو، هلا هلا، هانت أجود درت أن بون بوان، هانت شتي الكوالي كيتلاعبو، ما تخليش ليهم فرصة فين يربحوك، دير ليهم كورة قريبة للبوشون خليهم، مازال ترجعو في المباراة، دير ليهم كورة قريبة للبوشون وخليهم يلعبو، هادي الخطة اللي غتنفع مع الكونغو برازافيل. انا فقط كنحلو بمنطق تحليلي فقط، بحقيقه كاين شويه العاطفه مع الفريق الوطني المغربي لاننا مغاربه ولله الحمد ما كرهتهمش يخرجوا متفوقين في كاع، ولكن روح رياضيه. حتى المنتخب الكونغولي فهو هو من الدوله الشقيقه للمملكه المغربيه. اذا النقد كيربحوا الكونغوليين، الآن الدور ديال الحسين أقباس. الله ودي حسين، الله ودي حسين، كرة لافونتاج ما خصوش تضيعها حسين، كرة ديال لافونتاج ما خصوش تضيعها حسين، مالكش. يلا أقباس، يلا. هلا حسين. كل المغاربة معك يا حسين. لاحظوا معايا غير الكوتش، الكوتش ديال الكونغو برازافيل، الحركات اللي تيعمل ملي كيدخل حسين أقباس للسيركل، لاحظوا معايا. ملي تيدخل حسين أقباس للسيركل عاد كيدور عند صاحبو كيبقى يهضر معاه وبراسو وكذا وداكشي، لاحظوا معايا. أجواد في السيركل، لاحظوا معايا الكوتش، شوفوا الكوتش،
اجواد في السايكل ولا حدو معايا الكوتش. برافو اجواد. يعني خاص حتى المسافة تحترم ما بين الكوتش ديال المغرب، يعني نشوفوا لي كوتش مع رومبلاسون ديال المغرب شحال ديال الأمتار ما بين السيركل وال أو ما بين الحد ديال الملعب والكراسي ديال المهدي السباعي مع المنقاري، وشوفوا المسافة اللي كاينة ما بين الحد ديال الملعب والكراسي ديال الكوتش ديال منتخب كونغو برازافيل. يعني حركات غير رياضيه تقوم بها المدرب ديال الكونغو برازافيل في اتجاه حق اللاعبين المغاربه ملي تيدخل السيركل. دابا انس على الغرض داخل السيركل، برافو انس، برافو انس. كانت كره لافونتاج عند المغرب لكن حسين أقباس ما استغلاش. حرام حرام هاد لي بوان اللي تيديو، تضيعوا لي بوان المغرب، منتخب مغربي تضيع لي بوان. غير معقول كرة ديال انس الصديع، النقط في الارض لصالح الكونغو برازافيل، باقيين عندهم جوج كرات. Thank you.
ثمان نقاط يدوم بالساهل أربعة نقاط. أحداش مقابل ثلاثة، أربعة نقاط لصالح منتخب كونغو برازافيل. داش مقابل ثلاثة، طولوا البوشون دابا ولاو كيلعبوا المسافات الطويلة، حوالي 9 أمتار ما بين 9 أمتار و 10 أمتار. فإذا كان الملعب فيه 15 متر خصني تعاود العبار ما بين السيركل والبوشون، لأن تنظن فايت 10 الأمتار. برافو أجود، ربما يكون تحول في هذه الجولة، تدخل ديال الحكم. مقابل ثلاثة، دائما تفوق لصالح منتخب كونغو برازافيل. المباراة الأولى اللي كتجمعهم هنا بقاعة المغطاة حميد بمدينة مراكش في إطار البطولة الإفريقية النسخة التاسعة اللي كتنظمها بلادنا هذه السنة. برافو، جوج كرات يضيعوا تحت التصفيقات وتشجيعات الجمهور الحاضر هنا بالقاعة المغطاة. فكذلك الجمهور الحاضر هنا فهو كيشجع كذلك حتى المنتخب التونسي اللي كيلعب مباراة ضد المنتخب الموريتاني. رياضيات يقوم بها اللاعب كونغو برازافيل تجاه الجمهور، وهي ما سببت في غضب الجمهور تجاه هذا اللاعب. كيف الحال؟
كلين عندي كواتر. من الأكزيلة المباراة شيء في البورتا بس هو تبروك هنا وش حرارة ولا ما حتى داك الزوم ما بقاش كيدير إذا تذكير بالنتيجة ديال هذه المباراة فهي 11 مقابل 3 دائما التفوق لصالح منتخب كونغو برازافيل على المنتخب الوطني المغربي في المباراة الأولى للبطولة الإفريقية في نسختها التاسعة اللي كتلعب هنا بالقاعة المغطاة بالمحمد بمدينة مراكش. على العموم المباراة نديروها في ميل فنيسيان نشوفوا نخمو المباراة الثانية ولكن مازال الوقت شو ضيع الوقت كي ضيع الوقت لعب منتخب ديال كونغو برازافيل كيضيع الوقت رابح ب 11 رابح ب 11 3 شوف تيضيع الوقت كيدخل لارغو تيعاود يخرج يقلب على لادوني لاحظوا معايا ها افيرتيسمون الحكم الدولي حسن مجاهد غادي يوجه انذار للاعب اذا ورقه صفراء للمنتخب الكونغولي الحكم الدولي حسن مجاهد ينذر او يوجه ورقه صفراء للمنتخب الكونغولي هذه فرصه للفريق الوطني المغربي لتقليص الفارق إلا خسرنا كاع مثلا بدوز مثلا العشرة أو دوز أونز ماشي بحال خسرنا ب 11 3 خايبة التعاويد حشومة وفي بلادنا يعني أونز تروا شي شوية ناقصة يعني المباراة الأولى واللي في الحقيقة ما خصناش نخسروا فيها خصنا نربحوها بأي طريقة يعني وقع تغيير خروج الحسين أقباس ودخول عبد الصمد منقري ربما هو اللي غير برافو برافو اجود تضيف نقطة ثانية يلا انس بغينا ديك البوان ديالك يلا انس بغينا نديو ستة هنا يلا انس بغينا نديو ستة هنا علاش انس كتربط كورة علاش 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 كتربط كورة انس يا حنا الحاجة للنقاط انس حاجة للنقاط حاجة الزيادة بغينا الزيادة بغينا الزيادة يلا انس ودير الاولى بحال هكا حتى الاولى دير لها بحال هكا انس يلا عبد الصمد برافو عبد الصمد برافو عبد الصمد برافو عبد الصمد بطل العالم العالمي عبد الصمد من قاري تيضيف نقطة أخرى برافو عبد الصمد برافو عبد الصمد برافو برافو عبد الصمد برافو عبد الصمد
يا لا وليدات، مازال مازال الوقت، مازال الوقت، مازال الوقت. كيف السكور؟ إذن خمسة نقاط ربما أو ستة نقاط، يعني مازال ما عرفناش شنو كاين السكور. المهم خمسة نقاط كاينين. لأن أي نقطة، أي نقطة صدات نتحاسبوا عليها في الأخر. خمسة نقاط إضافية، إذن 11 مقابل 8، 11 منتخب كونغو برازافيل، 8 المنتخب المغربي. منتخب الكونغولي، 8 المنتخب المغربي. اللجنة المنظمة فهي منعت علينا باش نتحركوا او باش ندخلوا حتى الملعب، يعني جميع المصورين فهم فوق المدرجات. الصمد، عبد الصمد من قاري يضرب غير هذه الكره هذه. برافو 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 عبد الصمد، برافو برافو عبد الصمد، برافو عبد الصمد. اعتذر لكل المتابعين لان الهاتف راه تبلوكا، يعني التكتيل ما بقاش خدام، ما عرفتش واش من درجه الحراره المفرطه، راه حتى التليفون تا هو راه طايب، ما قدرتش نقطع عليكم هاد اللايف ونعاود نقل، يعني ندير تجديد او لا ميزاجور. المهم غادي نقلوها بالوصف الشفوي. دائما تفوق لصالح المنتخب الكونغو برازافيل، جوج ديال النقاط في الارض لصالح الفريق الوطني المغربي. مره اخرى البوانتور ديال الكونغو برازافيل تيربح النقد. يلا شي ست ضربات ونهيو المباراه. يلا خير الصمد، يلا عبد الصمد نديرو ست ضربات ونهيو المباراه. ضربة ثابتة من عبد الصمد، ثلاثة ديال النقاط، ثلاثة ديال الكرات لصالح الفريق الوطني المغربي على الأرض، ثلاثة ديال الكرات لصالح الفريق الوطني المغربي على البساط. يلا أنس وجد راسك، الكرة اللي تحطات بيلي بها. مرة أخرى البوانتور ديال الكونغو برازافيل تيمشي تيربح النقد. يلا أنس، محتاجين ديك محتاجين دوك الكويرات اللي تحطت نحيدوها. عبد الصمد منقاري يلعب 100%. برافو أنس. أناس أناس
الاعصاب تنعيشوا معكم هذه المباراه. انا صليتك ماشي وقت تروات هذا انس، ماشي وقت تروات هذا صاحبي. ياه انس قلنا راه المنتخب المغربي رجع في المباراه بعد دخول عبد الصمد المنقالي وخمس غدا وخمسه ديال النقاط. حشومه شي تنشوفو، حشومه 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 الكره الحديديه حشومه. يعني من خلال التعليقات اللي تنقرا تيقول لك حسين عقباس ناقص، ها عقباس خرج دخل بلاصتو مع عبد الصمد المنقري، خداو خمسه ديال لي بوان، يعني كان بامكانهم ياخذوا سته ديال النقط ونضيعوا ان بوان. والبوان حنا بحاجه ليه، اللي كل نقطه حنا المغرب المنتخب المغربي محتاج في لي بوان، يعني في الاخر تينفع في الكولافيراج، يعني في النسبه العامه. أجواد كذلك سوا كيضيع. إذا نقاط أن بوان في الأرض لصالح منتخب كونغولي. عندهم ثلاثة الكرات، عندهم ثلاثة الكرات، يعني كيتحكموا في المباراة كيف بغاو، كيتحكموا في المباراة كيف بغاو، يعني خاصهم أن بوان. عندهم 11 سكور، عندهم أن بوان في الأرضية 12، يعني خاصهم أن بوان وينهيو المباراة. اعتذر لكل عشاق ومحبي الكره الحديديه بان مرة الدافع ديال الغيره الوطنيه ما مشعش براسي، نتقص ربما اعتذر للمتابعين الكرام. لا بس هذا لا حاب بعد ما يعني باقي امل عند الفريق الوطني المغربي، ولكن باقي ندوبول عند تيرور دوبول، باقي عند تيرور ديال الكونغو برازافيل، يعني خاصهم ان بوان وينهيو المباراة. ما بغيناش نوصلو للمرحلة هادي. تهديف نقطة، تهديف نقطة، تهديف نقطة، وحركات غير رياضية من طرف لاعب الكونغولي تجاه الجمهور. إذا مباراة للنسيان غدا إن شاء الله، نبداو صفحة جديدة مع الفريق الوطني المغربي حرف ألف. تحياتي لكم، إلى اللقاء.